اللهم إني أعوذ بك من قول لا يصدقه عمل، ومن عمل لا يسده إخلاص، ومن إخلاص لا يزكيه يقين، ومن يقين لا يزينه تسليم بما أوجده ربنا وبه أمر وبما نهى عنه وحذر. أيها السادة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موضوع هذه الورقة: الممهدات التاريخية لتعلق الليبيين بفقه الإمام مالك. المحددات الموضوعية لهذا، لما يندرج تحت هذا العنوان، تقتضي أن نوضح بعض الأمور، من بينها أن كلمة ليبيا والنسبة إليها ليبي كلمة كما هي موجودة في أذهاننا الآن بمعناها السياسي والجغرافي، كلمة لا وجود لها في مراجع هذا البحث، وإن الموجود أفريقيا بالتاء. للقيروان وما يليها، فأما ما بين القيروان ومصر فتارة ينسب إليه بمدنه طرابلس، برقة، سرت ونحو ذلك من هذه المدن، وتارة ينسب إليه بأقاليمه برقي طرابلسي أو نحو ذلك. فينبغي أن يكون هذا في الاعتبار. ترتب على هذا أن أصبح أكثر العلماء الليبيين ينسبون إما إلى مصر فيعد في علماء مصر، أو إلى القيروان، أو إلى تونس. لذلك لا ينبغي أن نبحث موضوع تعلق الليبيين بفقه الإمام مالك على أنه حدث عابر في حياتهم وحياة أوائلهم، بل على أنه ظاهرة سباقتها ممهدات أقرت وجودها في الذهن ووجودها في الوعي، وذلك في الأفعال وفي الأفعال. وبذا غدا الانتماء إلى المذهب المالكي عند أبائنا وأجدادنا وصولاً إلى أسلافنا صفة ملازمة واستجابة متوارثة لمن بلغهم عن المبلغ صلى الله عليه وسلم. فلا محالة أن لزوم هذه الصفة ورسوخها قد مهدت له أمور نذكر منها شخصية الإمام مالك وشمائله: الارتباط المبكر بالمدينة المنورة، الرحلة في طلب العلم والتتلمذ، ثم انتشار المذهب والاستقرار، ثم شعبية المذهب وواقعيته. ففيما يتصل بالممهد الأول شخصية الإمام وشمائله وأثر هذه الشمائل في تعلق الليبيين بالفقه المالكي، سوف أتجاوز التعريف بالإمام وإيراد نبذ من شمائله اكتفاء بما ذكر منها في الأوراق التي ألقيت. وأقول: لما أخذ تلامذة الإمام مالك ينشرون علمه في الآفاق، نشروا فيما نشروه شمائله ومناقبه بوصفها التطبيق العملي لفقه العقيدة وفقه التشريع وشمائل الصحابة والتابعين. قال تلميذ الإمام يحيى بن يحيى التميمي، الذي نقل عن طرائقه شمائل الإمام إلى سمرقند: أقمت عند مالك بن أنس بعد كمال سماعي منه سنة أتعلم هيئته وشمائله، فإنها شمائل الصحابة والتابعين. هذه الشمائل التي نقلت إلى ذلك المكان القصي، وقال ناقلها هي شمائل الصحابة والتابعين، نقلها تلامذة مال فارقة إلى بلادهم، فأودع القاضي عياض شيئا منها في كتابه ترتيب المدرك. ثم إنه ارتق بهذه الشمائل إلى مدارجها العليا، حيث اكتملت في المصطفى صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، فأفرد لذلك كتابه المشهور الشفاء بتعريف أخبار المصطفى.
ولتعلق كتابي ولتعلق الليبيين بالكتاب أضحى يختم في العام مرة أو مرتين في مساجد طرابلس وفي غيرها من المساجد الأخرى. هذا ممهد. أما الممهد الثاني فهو الارتباط بالمدينة المنورة على سكنها أفضل الصلاة والسلام. هذا الممهد هو ممهد قوي التأثير وله ارتباط بما سبق بيانه. فالتواصل مع أهل المدينة تواصل بدأ مبكراً منذ سنة 22 هجري 21 هجري، ثم في سنة 27 هجري جاء جيش العبادلة المعروف. وهناك في هذا الجيش كما ذكر لنا أبو العرب ذكر القبائل التي اشتركت فيه، وكانت هذه القبائل تقطن المدينة وما حولها، واشترك جماعة كثيرون منها في هذا الجيش. سميت حتى القبائل التي ذكرها أبو العرب والرجال الذين قادوا هذه الجيوش. ثم بعد ذلك قامت كثير من المدن الليبية قام فيها كثير من هذه القبائل، سواء كانت للرباط على الثغور أو أقامت في داخل المدن التي كانت قواعد مهمة للجيوش العربية المتدفقة الإسلامية المتدفقة، كما في المرج التي كانت تسمى.
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. برقة وفي جدابية وفي سرت وفي طرابلس، هذه كلها كانت فيها قبائل مدنية كثيرة. وعلى هذا فإن ارتباط الليبيين بالمدينة المنورة على سكنه أفضل الصلاة والسلام هو وثيق الصلة بهذه الدعوة التي أضحوا من أتباعها، ووثيق الصلة كذلك بهذه القبائل التي سكنت هذه المدينة، فكانت نشرت فيما نشرته حب المدينة والشوق إليها، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية وعملية، كل هذه نشرتها، فأصبح عمل أهل المدينة عند هؤلاء الأقوام كان سائراً بينهم قبل أن يصير مرتكزاً من مرتكزات المذهب المالكي. ولذلك في هذه البلدان، مثلاً في هذه برقة وجدابية ونحوها، نجد كلمات طيبة، مثلاً حينما يقول سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص: ما رأيت منزلاً لرجل له عيال أسلم ولا أعزل من برقة، ولولا أموالي بالحجاز لنزلت برقة. فهذا يدل على أنهم وجدوا فيها ما يريحهم فسكنوا هذه. ولذلك نجد التصوير العملي لهذا الارتباط في وصية الإمام سحنون لابنه محمد، قال له: إذا أردت الحج تقدم طرابلس، وقد كان فيها رجال مدنيون ومصر، وفيها الرواه والمدينة، وفيها عشيرة مالك ومكة، فاجتهد جهدك، فإن قدمت علي بلفظة خرجت من دماغ مالك ليس عند شيخك أصلها، فاعلم أن شيخك كان مفرطاً. ثالث هذه الممهدات الرحلة في طلب العلم، وهذا هذا الممهد لا نتصور له وجوداً إبان القرن الأول، ذلك لأن الليبيين وغيرهم ممن يقع في حيزهم غرباً كانوا منشغلين بتأسيس الدولة الإسلامية في الغرب الإسلامي، واكتفوا بالأخذ عن البعثة التعليمية التي بعثت إليهم، وكان على رأسها 10 من التابعين يفقهون أهل أفريقيا. لكن لدينا ما يكفي من الروايات والأخبار التي تجعلنا نتحدث عن أفراد ارتحلوا لطلب العلم أواخر القرن الثاني، وتغنينا الفترة التي تصدر فيها الإمام مالك التدريس، هذه الفترة نستطيع أن نتحدث من خلالها. أريد أن أتحدث هنا من خلال كتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض. فالقاضي عياض تحدث في المقدمة، قال: كنا قديماً جمعنا الرواة عن مالك على حروف المعجم على ما أشرنا إليه أول كتاب، فاجتمع لنا منه نيف على الألف اسم و300 اسم، وذكرنا في كتابنا هذا منهم الطبقات الثلاث الفقهاء، إذ هو الغرض الذي بينا من هذا الكتاب. هذا النص ينبغي أن يتابع، فإن علاقته بالمقدمة وثيقة، وعلاقته بما يرد بعده كذلك وثيقة. أولاً، كتاب المدارك كتاب معني بالرواح الفقهاء،
لا بغيرهم ممن حملوا الفقه والحديث عن الإمام مالك ولم يبلغوا درجة الفقهاء، ذلك لأن مؤلفه التزم بشرط في كتاب المدارك يمثل خطة الكتاب، قال: ثم أثبت بعد ذلك جريدة في أسماء مشاهير الرواة عن مالك وحملة الفقه والعلم عنه مختصة بالتعريف بهم معراه من تواريخهم وأخبارهم، إذ قد اتسعنا في أخبار الفقهاء منهم بعد هذا ومن عداهم. هذا الانتقاء انتقاء من كتاب المدارك مجموعة يمثلون الرواة غير الفقهاء. هؤلاء الرواة غير الفقهاء استطعنا أن نحصر منهم حوالي 9 رواة غير فقهاء كانوا تلاميذ رووا عن الإمام مالك، ذكرهم وهم أحمد ابن محمد العبدي برقي، حماد ابن عبد الملك برقي، محمد ابن موسى الرعيني برقي، محمد ابن معاوية الطرابلسي من طرابلس، محمد ابن عبد الله ابن الحكم برقي، محمد ابن عبد الله ابن قيس برقي، عبد الله ابن حماد الخولاني برقي، عمر ابن أيوب البرقي برقي. على أننا لا نستطيع أن أنعت هؤلاء إلا بأنهم من رواته وحملة الحديث، ثم نمسك بعد ذلك. أما الرواه الفقهاء من الليمي فنقول هكذا: تتبع القاضي عياض رواة مالك واستوفى الحديث عنهم في كتاب جمهرة رواة مالك، انطوى على أزيد من 1300 راوي، واستوعب كل من ذكرت له رواية أو مجالسة أو سؤال، ثم أفرد الفقراء من هؤلاء الرواة وجعل كتابه ترتيب المدارك وقفا عليهم وعلى أخبارهم، فبدأ به وكأنه يرتبهم لقوة مداركهم لا لشيء أكثر من هذا. قوة المدارك كانت هي المعيار التي وضع في إطار هذه الطبقات، وجعلهم في مصاف الفقهاء من قبل أن قوة الإدراك تستلزم اتصاف الراوي بما ينبغي بكل ما يكون به الفقيه فقيها. ولهذا وجدناه يخص من بين ما ذكرنا محمد ابن معاوية الطرابلسي من بين كل ما ذكرنا من رواة مالك الليبيين، ويعقد له ترجمة يبين فيها انطباق صفة الفقيه عليه، فهو كما يقول عنه مشهور ثقة وكان له سن وإدراك، بمعنى أن الإدراك عملية مهمة تربط ما بين العنوان وما بين ميت الكتاب. لكن كما قلنا أخذ العلم عن إمام المذهب ونشره في حيز محدود شيء، وصيرورة هذا المذهب مقدما على غيره من المذاهب التي تزاحمه شيء آخر، هما حالان. كانت رحلة السحنون إلى مصر فاصلا بينهما، فأفريقيا كانت قبل رحلة السحنون وقد غمرها مذهب مالك بن أنس، لأنه رحل إليها أكثر من 30 رجلا كلهم لقي مالك بن أنس وسمع منه، ثم قدم سحنون بذلك المذهب واجتمع له مع ذلك فضل الورع والدين، إلى أن قال: وصار زمنه كأنه مبتدأ قد امحى ما قبله. ما يثير التأمل هنا في هذا النص أن يوصف سحنون بأنه قادم على أفريقيا من رحلته هذه لا بمجرد جوابات وسماعات من ابن القاسم، وإنما بمذهب قيل عنه بإشارة البعد، ثم قدم سحنون بذلك المذهب. حينما رجع سحنون من رحلته هذه توقف في جدابية وقال: أخذ عني العلم أهل جدابية سنة 121. لماذا؟ وسحنون قد مر على أكثر من مدينة، لماذا ذكر جدابية بالذات؟ هنا ينبغي أن أقول كأن سحنون بدأ المدونة تقرأ في جدابية، أستطيع أن أقول هذا بدأتها هنا، وكأنه يريد أن يختبر قوة أو مدى تقبل الناس لها قبل أن يصل إلى القروان، لأن فيها ناس قادرين على الأخذ والرد ونحو ذلك. أيضاً كان جدابية مركز ربما فيه كثير من الشيعة ومن المعتزلة ومن غيرهم، وسحنون كان معني بتفريق جموعهم، فربما كان هذا سبب من الأسباب. شكراً لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وإمامنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار. ما سبح في الملكوت ملك وما دار في السماء فلك، وسلم تسليمًا كثيرًا. تحية من عند الله مباركة طيبة أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادي ذي بدء، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فأثني على الجهات الراعية لهذه الندوة المباركة، وأخص بالذكر والثناء اللجنة التحضيرية فجزاهم الله خيرا. ثانياً، ما يكون لأمثالي أن يقف متكلماً بين هذه الثلة المباركة من السادة العلماء الأفاضل، إنما أنشأني لذلك الجنوح الصارخ الذي وقع فيه اللامذهبيون، فأقول مستمداً من الله التوفيق والعون: نحن في زمان استنسر فيه البغاث، واستبحر الغدير، واستطال القصير، واستوأل الأخير، وأصبحت الجرأة على الفتيا أمرًا سائغًا في مسائل عظيمة لو طرحت بين يدي الفاروق عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. وقد كثر في الناس اليوم من يفتي فيتصدر المجالس ويصدر الأحكام وهو لا يحسن قصار السور. قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور. ورحم الله سيدنا مالكًا إذ قال: لا خير في من يرى نفسه بحالةٍ لا يراه الناس لها أهلًا. وقال سيد الشيخ العلامة عبد الله بن بيه حفظه الله: استدل بالنصوص من لا يعرف مدلولاتها، وقاس عليها من لا يعرف عللها، فتكلم في الحلال والحرام أشباه العوام الذين هم أحق الناس بالإلجام. وقسمت بحثي هذا إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول مشروعية التقليد وضرورته عند عدم أهلية الاجتهاد. المبحث الثاني مقالات السادة المالكية في لزوم المذهب وحكم الخروج منه. المبحث الثالث شبه وردها. وأردفت هذه المباحث بقرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التمذهب والتعصب المذهبي. أولاً، مشروعية التقليد وضرورته عند عدم أهلية الاجتهاد. يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية الكريمة هي العمدة عند الأصوليين في أن على العوام تقليد العالم المجتهد. ذكر ابن عطية في تفسيره: وأهل الذكر عامة في كل من يعزى إليه علم. وقال القرطبي: لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المراد بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولم يختلفوا أن العامة لا يجوز لها الفتيا لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم. وقال ولي الله الدهلوي: ومما يناسب هذا المقام التنبيه على مسائل ضلت في بواديها الأفهام وزلت الأقدام وطغت الأقلام، منها أن هذه المذاهب الأربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الأمة أو من يعتد به على جواز تقليدها إلى يومنا هذا، وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى، لا سيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جدا، وأشربت النفوس الهوى، وأعجب كل ذي رأي برأيه. الدليل الثاني من ضرورة التقليد ما دل عليه الإجماع من أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتفاوتون في العلم، فكان فيهم المفتي المجتهد وهم القلة، وفيهم المستفتي المقلد وهم الكثرة رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام الآمدي رحمه الله: وأما الإجماع فهو أنه لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون المجتهدين ويتبعونهم في الأحكام الشرعية، والعلماء منهم يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل، ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير،
فكان إجماعاً على جواز اتباع العامي لمجتهد مطلقاً. وأما الدليل المعقول فهو أن الاجتهاد ملكة لا تحصل إلا لنفر قليل من الناس، فإذا كلف بها جميع الناس كان تكليفاً بما لا يطاق، وهو ممنوع شرعاً لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. المبحث الثاني: مقالات السادة المالكية في لزوم المذهب وحكم الخروج منه. أولاً، مراتب الاجتهاد عند المالكية، أقتصر فيها فقط على مقالة الشريف التلمساني رحمه الله صاحب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: على الأصول اعلموا أن المجتهد إما مطلق، وهو من اطلع على قواعد الشرع وأحاط بمداركها ووجوه النظر فيها، فهو يبحث عن حكم نازلة بنظره في دلالتها على المطلوب، وإما مجتهد في مذهب معين، وهو من اطلع على قواعد إمامه وأحاط بأصوله ومآخذه وعرف وجوه النظر فيها ونسبته إليها، كالمجتهد المطلق في قواعد الشريعة كابن القاسم وأشهب في المذهب المالكي والمزني وابن سريج في مذهب الشافعي. وكان ابن القاسم وأشهب والشافعي قد قرأوا على مالك، فأما الشافعي فترقى للاجتهاد المطلق، فكان ينظر في الأدلة نظراً مطلقاً بما أداه إليه اجتهاده. وأما ابن القاسم فيقول: سمعت مالكاً يقول كذا، أو بلغني عنه كذا، وقال في كذا كذا، ومسألتك مثلها. فهذه رتبة الاجتهاد المذهبي. ثانياً، أقوال المالكية في التقليد والتمذهب، اختصاراً سأتجاوزها وستجدونها إن شاء الله عز وجل في هذه الورقة في القرص المضغوط. كذلك أنتقل إلى المبحث الثالث، وهو شبه وردها. بعض الاعتراضات على التقليد والتمذهب، يقول قائلهم: نقول لكم قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون لنا قال أبو حنيفة، قال مالك، قال أحمد، قال الشافعي، ويوردون في ذلك أثراً عن ابن عباس رضي الله عنه وهو لا يصح بالمعنى الذي أرادوه. الجواب عنه أنهم يبتورون هذا الأثر، فهو حجة عليهم، وتمامه كما عند الطبراني في الأوسط عن ابن أبي مليكة الأعمى عن عروة بن الزبير عن ابن عباس قال ابن عروة بن الزبير: يا ابن عباس، طالما أضللت الناس. قال: وما ذاك يا عروة؟ قال: الرجل يخرج محرماً بحج وعمرة، فإذا طاف زعمت أنه قد حل، فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك. فقال ابن عباس: أهما ويحك آثر، عندك أما في كتاب الله وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة: هما كانا، يقصد أبا بكر وعمر، هما كانا أعلم بكتاب الله وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ومنك. قال ابن أبي مليكة: فخصمه عروة. الشبهة الثانية: يقول قائلهم: نجد أصحاب المذاهب يخالفون بعض الآيات والأحاديث، ويجاب عنهم بأن اختلاف الحكم على الحديث ودلالات ألفاظه من المشتركات اللغوية أو عدم بلوغ بعض الآثار، أو وجد كلي يعارض جزئية، أو أصل يناقض فرع، هي الأسباب التي جعلت من المجتهدين يختلفون في فروع الأحكام. الشبهة الثالثة: قولهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، منقولة عن جميع الأئمة رضي الله عنهم، وهي عمدة في أخذ الأحكام الشرعية. يجاب عنهم بما قاله الإمام القرافي في شرح التنقيح: قد اعتمد كثير من فقهاء الشافعية على هذا، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهو غلط، فلا بد من انتفاء المعارض، والعلم بعدم المعارض يتوقف على من له أهلية استقراء الشريعة حتى يحسن أن يقال لا معارض لهذا الحديث. أما استقراء غير المجتهد المطلق فلا عبرة به، فهذا القائل من الشافعية ينبغي أن يحصل لنفسه أهلية الاستقراء قبل أن يصرح بهذه الفتية، لكنه ليس كذلك فهو مخطئ في هذا القول كما قال الإمام القرافي. وسأخذ جملة واحدة من قرار المجمع الفقهي الذي انعقد سنة 848,000 من الهجرة،
وكان فيه ثلة من العلماء، أذكر منهم الإمام أبو الحسن الندوي رحمه الله، وكذلك الشيخ العلامة محمد سالم عبد الودود رحمه الله، والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ رحمه الله، والشيخ صالح الفوزان وغيرهم. فقط أقتصر من هذا البيان على هذه الجملة، وهي تتكلم على الفئة التي نراها التي تدعو إلى اللامذهبية المقيتة. النقطة الثانية في هذا القرار: وأما تلك الفئة الأخرى التي تدعو إلى نبذ المذاهب وتريد أن تحمل الناس على خط اجتهادي جديد لها، وتطعن في المذاهب الفقهية القائمة وفي أئمتها أو بعضهم، ففي بياننا الآنف عن المذاهب الفقهية ومزايا وجودها وأئمتها ما يوجب عليهم أن يكفوا عن هذا الأسلوب البغيض الذي ينتجونه ويضللون به الناس ويشقون صفوفهم ويفرقون كلمتهم، في وقت نحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة في مواجهة التحديات الخطرة من أعداء الإسلام، بدلاً من هذه الدعوة المفرقة التي لا حاجة إليها. أخيراً، أن قد خلطت بين النتائج والتوصيات. دعوة التحرر من المذهبية هي دعوة مردودة بالنقل والعقل. التعصب مذموم، ولكن ينبغي ألا يصدر الترجيح إلا ممن كان أهلاً له، ولا يرقى الترجيح إلى أكثر من أنه ظني لا يفيد الإلزام إلا لصاحبه. ينبغي أن تحافظ المؤسسات الدينية على هذا الموروث العلمي لأصحاب المذاهب المعتبرة، فإنه بلا ريب أقرب إلى المصالح العامة. أن يمنع أشباه العوام من التصدي للإفتاء في الحلال والحرام، سواء في المنابر الدعوية أو الإعلامية. توعية العامة بأن التزام بلد ما بمذهب معين يحقق مصالح لا تخفى على ذوي الألباب من اجتماع الكلمة ووحدة الصف ونبذ الفوضى والعبث. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سيد الرئيس. اليوم لو فعل القصاص الذي في 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 الكتاب والسنة لما رأينا هذا الدم، ولم نرى هذا الفساد والسرقة والنهب والخطف وهذه الأشياء لا نراها منذ أن بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طول هذه المدة وامتداد هذا الزمن ست حالات قطع فقط السرقة. القصاص هو الذي يوقف الإجرام، القصاص هو الذي يوقف القتل، القصاص هو الذي فيه الحياة. الإنسان العادي يعني هو أحيانا يقف حائرا أمام هذا الصراع، فما الواجب في رأيك أن يتخذه الإنسان؟ ما هو الموقف الذي يجب أن يتخذه الإنسان حيال هذا الصراع؟ المعركة كلها تدور في عقل الإنسان. من الذي يسيطر على عقول الناس هو الذي سيربح المعركة. ولذلك الإعلام الآن يعني اهتمامه بهذه القضية، ولا ينظر لا لموضوعية ولا ل حرمة الكلمة ولا لكذب ولا ما ينظر إليه أبدا. يعني أنت يعرفك أنك تكذب حقيقة، القنوات تكذب حقيقة، ومع ذلك لا يبالي. هو يهمه كيف يسيطر على هؤلاء البسطاء. أن الإنسان الأفعال الظاهرة، هذه الأفعال الظاهرة هي عبارة عن اعتقاد أو فكرة في العقل، فلذلك الإعلام يركز على بناء الأفكار في العقول، فإذا بنيت الفكرة قد يقتل الإنسان. ما هي أسباب الأزمة التي تمر بها بلادنا اليوم؟ الناس لو تدرك حقيقة ما يجري لن تكون هناك أزمات، لأنها تعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. ليس الحديث عن المذهب المالكي على هذه المنابر في هذا البلد الطيب من مغربنا الإسلامي بالأمر الغريب، وليس البحث والنظر في أصوله وقواعده من الأمر المريب، فقد انتشر هذا المذهب في هذه البلاد واستقر، ولم يكن لغيره من المذاهب ما له عظيم الأثر، حتى علم ذلك وتقرر حتى أنه يدرس في المتون العلمية لطلبة العلم. يشير إلى ذلك سيد عبد الله بن حاج إبراهيم في منظومته الأصولية مراقي السعود، وبعد هذا: وحين قد رأيت المذهب رشحان له الكثير ذهبا، وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغربي، أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله. ساعد على انتشار المذهب في هذه البلاد إمامة الإمام مالك رحمه الله تعالى في الكتاب والسنة، ومعرفته بأقاويل العلماء واختلافاتهم مع ما علم به من معرفة من التحرز في الفتوى والتحديث، وما علم به أيضا من الثقة التامة والتقوى. كل ذلك جعله أهلا لأن ينتشر مذهبه في هذه البلاد، وقد أشار إلى ذلك سيد عبد الله في كتاب التقليد من منظومته الأصولية، قال: وموجب تقليد الأرجح وجب لديه بحث عن إمام منتخب، إذا سمعت فالإمام مالك صح له الشؤون الذي لا يدرك للأثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر. وبهذا احتج الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في مناظرته مع محمد بن الحسن الشيباني حين تناظرا في المقابلة بين علم الإمام مالك رحمه الله تعالى وعلم أبي حنيفة والكل عالم. فقال له الشافعي: الإنصاف تريد أم المكابرة؟ فقال له: بل الإنصاف. قال: أنشدك بالله تعالى، إمامي أعلم بكتاب الله تعالى وناسخه ومنسوخه أم إمامك؟ قال: اللهم إمامك. قال: اللهم صاحبكم. قال: أنشدك بالله تعالى، إمامي أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إمامكم؟ قال: اللهم صاحبكم. قال: أنشدك بالله، إمامي أعلم بأقاويل الصحابة أم إمامك؟ قال: بل إمامكم. قال: ليس بعد هذا إلا القياس، ولا قياس إلا على هذه الكتاب والسنة. نعم، وسأتكلم في هذه الكلمة في هذا الوقت الضيق 15 دقيقة، وما لا تغلي دار أبي سفيان من قريش، بحث طويل، وموضوعه هو الكتاب السنة في المذهب المالكي، وكنت قد قسمته إلى مبحثين: مباحث متعلقة بالسنة، بعض الاصطلاحات المتعلقة بها، ومسألتين أيضا خالف فيها الإمام مالك رحمه الله تعالى بعض المخالفين، وأريد أن أشير إلى ذلك الخلاف، ثم عمل أهل المدينة، وقد نوقش هذا الموضوع، ولكن كنت أريد أن أضيف إضافات. نعم، أما المبحث الأول وهو السنة، معروف عن السنة أصلا في اللغة هي الطريقة. قال تعالى: سنة من قد أرسلنا من قبلك من رسولنا، ومنه قول أبي وائب الهذلي: لا تجزع من سنة أنت سرتها، فكل راض سنة من يسيرها. نعم، فأول راض سنة من يسيرها. وطبعا هذه أصل هذه التسمية من سننت الماء بمعنى مهدت صوبه للجر، والسنة هي الطريقة التي مهدها الشرع ليجري الناس عليها. تركتكم على بيضاء ليلها كنهارها،
لا يزيغ عنها إلا ظالم. وفي اصطلاح هي في اصطلاح الأصوليين هي ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. قال للقول والفعل وللإقرار قسمت السنة بانحصار، قال ابن عاصم مرتقى الأصول. وعند الفقهاء هي ما الفقهاء المالكية خاصة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة. وسنتكلم على مسألتين من مسائل السنة، الوقت ضيق، هما مسألة تعارض خبر الآحاد والقياس ومسألة الحديث المفسد. أما القياس تعارض الحديث خبر الآحاد والقياس مسألة ربما شنعت، وقيل إن الإمام مالك إن الإمام مالكا ربما ترك الحديث للقياس. وأقول هنا إن الصحيح من مذهبه تقديم الخبر على القياس، بذلك صرح القاضي عياض وغيره، وله شواهد كثيرة في فقهه، منها مسألة حديث المصرات: لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن اشتراها بعد ذلك فهو بخير النظرين، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر. هذا الحديث عمل به الإمام مالك، وخالف في ذلك أبو حنيفة. وهذا الحديث وإن ثبت فأيضا يخالف أصولا أخرى ثابتة، لأن هذا الحديث يخالف حديث الخراج بالضمان، هو رد صاعا من تمر مقابل اللبن الذي كان موجودا في الضرع قبل البيع وهو ملك للبائع، فإذا رد المبيع ينبغي أن يرد معه ما كان معه وقت العقد. فكونه يرد صاعا من تمر عن لبن هذا ينبغي أن يكون غلة يفوز بها، لأن الخراج بالضمان. وثانيا أيضا في طعام بطعام نسيئة، وقد ورد الحديث الصحيحة في منع بيع الطعام بالطعام نسيئة، لكن الإمام مالك أخذ بهذا الحديث، وكذلك حديث النطح، وكذلك حديث بيع العرايا، كل هذا مخالف للأصول، والأصول نعني بها الأصول الثابتة شرعا أيضا. نعم. وهناك قول لأصحابه البغداديين بتقديم القياس على خبر الأحاد، ولهم نظر أيضا دقيق في ذلك. قالوا لأن خبر الأحاد إذا عرضه القياس على أصول شرعية ثابتة يتطرق إليه احتمالات كثيرة، منها غلط الراوي، منها نسيانه، منها الانقطاع، احتمال سقوط راوي، منها احتمال الكذب. إذن ما دامت هذه الاحتمالات كثيرة وعارضت الأصول أيضا، هذا مما يضعف الثبوت، فهو في الحقيقة نظر في عدم الثبوت. نعم. المسألة الثانية وهي مسألة المرسل. المرسل عند المحدثين هو قول التابعي الكبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا على قوله كسعيد بن مسيب وطبقته، وقيل قول التابعي مطلقا كبيرا كان أو صغيرا كمحمد بن سعيد محمد بن شهاب الزهري وطبقته. لكن عند الأصوليين المرسل هو أن يقول غير الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا يدخل فيه المرسل عند المحدثين والمعضل والمنقطع بل والمعلق، كأن يقول أحدنا اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد علق الحديث بإسقاط سنده بالكلية. نعم. هذا المرسل اختلف فيه هل هو حجة يؤخذ بها في الأحكام الشرعية وتثبت بها الأحكام أم لا. مذهب الجمهور مثل مالك وأبي حنيفة وأحمد في أشهر روايتين عنه الأخذ بالمراسيل، إذا كان المرسل ثقة عدلا يعرف لا يرسل إلا عن الثقات. وقال الشافعي وأكثر المحدثين إنه لا عمل لاحتمال ضعف الواسطة التي أسقطت، لكن حجة الإمام مالك في هذا أن المرسل إذا كان عدلا ثقة وقد أسقط لك الواسطة وتكفل لك أو جزم لك بالرواية، معنى ذلك أنه تحمل لك وتكفل لك بصحة الحديث، ولذلك اشترطوا أن يكون المرسل ممن لا يرسل إلا عن الثقات. ثم بعد هذا اختلف أهل المذهب
إذا عارض المرسل المسند، فالصحيح أن المرسل أن المسند مقدم لمزية اتصال السند واطمئنان النفس وسكونها إلى ما عرف سنده. وهناك من يرى أنهما سواء لعمل الصحابة والتابعين بأنهم كانوا يرسلون ويسردون ولا يميزون بين ذاك ولا ذاك، ولا يعيب أحد منهم على الآخر. وهذا حتى قال محمد بن جرير الطبري أن هذا بمنزلة الإجماع على قبول المرسل. وقيل بالغ بعضهم بل نسبه البعض إلى الغلو وقال إن المرسل أقوى من المسند، لأن من أرسل فقد تكفل لك بعدالة الواسطة الساقط، ومن أسند فقد ذكر لك الواسطة وأحالك على البحث عن عدالته. نعم، هذا ما يتعلق بالجزء الأول باختصار. أما الجزء الثاني وهو عمل المدينة فقد تعرض له في جلسات الصباح من أتوا بما يغني عن الإعادة، فقد قيل كما أبقى الأوائل للأواخر. لكن سأشير فقط إلى مسائل، وهو تصوير عمل أهل المدينة. فقد أكثر الاعتراضات على هذا العمل هي مبنية على عدم تصور صحيح للعمل الذي هو حجة عند الإمام مالك. وأشير هنا إلى ما قاله ابن رشيق المالكي في كتاب باب المحصول، وقد اختصر به المستصفى للإمام الغزالي. قال: نسب أبو حامد وغيره من الشافعية إلى مالك رضي الله تعالى عنه أنه يقول: لا حجة إلا في إجماع أهل المدينة عن رأي واجتهاد، وجعلوا ذلك سببا للطعن في مقاله والإزراء في مذهبه. إذن هنا هذا الإزراء وهذا الطعن مبني على تصور غير صحيح. فالمعروف أن عمل المدينة الذي هو حجة عند مالك هو نقل الكافة عن الكافة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فيما طريقه التوقيف لا فيما طريقه الاستنباط والاجتهاد. أما اجتهاد أهل المدينة فجمهور أصحابه على أن اجتهادهم كاجتهاد غيرهم، محل نظر واجتهاد وترجيح. وقد بينت طبعا الطريقين، العمل المبني على التوقيف والعمل، واستخرجت من هذا أن إذا كان العمل الذي تقرر أن إجماع أهل المدينة هو أن إجماع المدينة المعتبر الذي تقوم به الحجة وما كان طريقه النقل المتواتر، فإن هذه المسألة لا تخرج عن أصل السنة وليست شيئا زائدا عليها، وإنما هي مجرد طريق إلى إثبات السنن. وقد جعله مالك وأصحابه في أعلى رتب النقل، فنزلاه منزلة المتواتر من الأخبار، ولذا ساغ تقديمه عندهم على مفيدات الظنون من أمارات الأحكام، ولم يكن في هذا أبدا ما ينكر. واستخلصت من هذا الضوابط لهذا لعمل أهل المدينة أنها هناك شروط ثلاثة لا بد منها: أن يكون فيما طريقه التوقيف، وأن يكون من عمل الصحابة والتابعين، لأن هؤلاء هم الذين كان الإمام مالك رحمه الله تعالى ينقل عنهم. ثالثا: أن يكون من نقل الكافة عن الكافة. ثم ذكرت تعارضه بالمعنيين مع غيره. بالمعنى الأول وهو العمل الذي طريقه التوقيف وهو محصل للعلم، ثم تعارضه مع غيره أيضا بالمعنى الثاني. ونتيجة أخيرة، رأيت أن أكثر من انتقد هذا كابن حزم انتقده على المالكي وشدد، وكابن القيم وغيرهما، إنما بنيا اعتراضهما على تصوير ليس على حقيقته. نعم، وأشرت في الأخير إلى أن مما زاد الاعتراضات على المذهب وعلى هذا الأصل عند المالكية أنهم ربما وضعوا هذا العمل في غير موضعه، وقد أشار إلى هذا في الصباح أحد
أحد المحاضرين. نعم، وأشرت من ذلك إلى حديث خيار المجلس، واعتل من قال بتقديم بترك الإمام مالك له بأنه مخالف لعمل أهل المدينة. وذكرت أن ابن عاشور رحمه الله تعالى في حاشيته على التنقيح اعترض هذا، وقال أن هذا ليس من إجماع أهل المدينة، لأنه خالف فيه عبد الله بن عمر وغيره، إذن فليس من الإجماع القطعي الذي يقدم على خبر الآحاد. وكثيرا ما وقلت في الأخير، ولو تتبعنا استدلالات المتأخر المالكية بهذا الأصل لوجدنا منها ما لا تنطبق عليه ضوابط هذا العمل. وحينئذ فليس اللوم على من قال بحجية عمل أهل المدينة، وإنما اللوم على من لم يحقق مناط هذا العمل. نعم، ثم ختمت بأشياء منها أن السنة في المذهب المالكي أصل كبير يقضي على غيره من الآراء والاجتهادات ولا يقضى عليه، وأن لمالك في تفصيلها آراء دقيقة تنبئ عن علم واسع ونظر دقيق لا ينسبها لمخالفة السنة إلا غبي أو ذو هوى. ذلك أن عمل المدينة المعمول باتفاق عند المالك والذي يستحق التقديم على غيره هو ما كان من نقل الكافة عن الكافة بما مرجعه التوقيف، ولا يكون هذا إلا سنة صحيحة قد ارتقت إلى أعلى مراتب الثبوت. وأن ما اشتهر على ألسنة خصومه من انفراده رحمه الله تعالى بهذا العمل وتقديمه له على الأخبار الصحيحة الثابتة وتشنيعهم بذلك عليه، كل ذلك وضع للشيء في غير مواضعه وضلال عن تحقيق مناطه، إذ ليس ما قدمه الإمام مالك رحمه الله تعالى على الخبر عند التحقيق إلا سنة أخرى رآها أثبت مما عارضها وأشهر، فاستحقت بذلك التقديم بلا خلاف. والله تعالى ولي التوفيق وفوق كل ذي علم عليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
أيها السادة الكرام، تحية من عند الله مباركة طيبة. لقد أعددت هذه الورقة لأبين أن الإمام مالك رضي الله عنه كان ملتزما بمنهج فيه روح علمية عظيمة. تعالج هذه الورقة إشكالية فيها مفارقة بين رؤيتين: الرؤية التي تقول بأن مالكاً كان ينزاح إلى الأثر ويهمل النظر، ورؤية أخرى مقابلة تقول بأنه رحمه الله كان مهتماً بالنظر ربما على حساب الأثر. لما أصل من مسائل المدونة من المصالح المرسلة وسد الذريعة وغير ذلك من الأحكام التي ترجع إلى الاجتهاد، والفرضية التي نتلمسها في قراءاتنا المتكررة للفقه المالكي هي أنه ليس الإمام مالك فقط هو الذي يوازن بين الأثر والنظر، بل إن أكثر من دخل في مدرسته، ولا أقول تمذهب بمذهبه، كانوا يوازنون بين الضفتين. هذه الورقة احتوت محاور أولها مالك والمدينة لبيان أثر المدينة المنورة في تربية مالك وعلمه، ولا أريد أن أتعرض لجزئياتها هنا طلبا للاختصار. والمحور الآخر هو مجموع الصفات التي تظهر اتصاف مالك بالروح العلمية، وهي الإنصاف والأمانة والنزاهة والموضوعية والجرأة. وسأكون قارئاً لجزئية أخيرة في هذه الورقة، وهي التوازن بين النقل والعقل في فكر الإمام مالك أو في اجتهادات الإمام مالك. كانت هناك توطئة في بيان فضل المدينة وذكر النصوص الحديثية التي وردت في فضلها مبثوثة في الورقة، ثم حديث عن الفقهاء السبعة في كونهم كانوا الحلقة الواصلة بين علم التابعين وتابع التابعين في هذه البيئة العلمية التي كانت محافظة على الانسجام بين النقل والعقل، سواء كان ذلك في علوم الفقه وأصوله أو في التفسير أو في العلوم الأخرى التي أخذت في القرن الثاني تظهر وتزدهر شيئا فشيئا حتى كان عصر التدوين بعد ذلك. ثم تحدثت عن المقولات التي نقلت عن الكبار العلماء، منها المقالة التي ذكرها شيخنا سابقا فلا أريد أن أكررها ولا أن أذكر بقية المقولات، غير أني أود أن أختم هذه المقولات التي كانت تبجل علم الإمام مالك بقول ابن تيمية رحمه الله في مذهب أهل المدينة. مذهبهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم، مذهبهم أصح مذاهب أهل المدائن شرقاً وغرباً في الأصول والفروع، وكفى بها عبارة في ذكر مكارم علم وعمل ونظر وأثر أهل المدينة. إن مالكاً رحمه الله أوصته أمه وهو صغير تلبسه الثياب العلمية، فقالت له: يا بني اذهب إلى ربيعة
وتعلم من أدبه قبل علمه. ومن هو ربيعة؟ إنه ربيعة الذي كان يلقب بربيعة الرأي. إذن لهذه الوصية إيحاء وإشعاع عظيم في كون مالك رضي الله عنه الذي كان يقدس الأثر إلى درجة أنه ويكرم الحديث النبوي لدرجة أنه كان لا يحدث إلا جالساً مستوياً غير متكئ، وكان لا يحدث إلا متعطراً متطيباً، وكان لا يحدث وهو واقف، توقيراً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هو يذهب إلى ربيعة، ومن ربيعة؟ ربيعة الرأي وما أدراك. إذن هو منذ نعومة أظفاره وتفتق عقله كان يجمع بين الضفتين، النظر والأثر. أما صفة الإنصاف التي تحدثت عنها وجئت بدلائل تدل عليها من الموطأ والمدونة لا أريد أن أوغل في ذكرها، فهي تعني التجرد من الهوى واتباع الحق في إصدار الحكم، حتى إن عمار بن ياسر رضي الله عنه يروي عنه البخاري حديثاً موقوفاً يقول: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. إذن الإنصاف صفة عظيمة كان حرياً بالعلماء أن يتصفوا بها، وما كان مالك إلا منصفاً في مع غيره ومنصفاً مع نفسه. ثم صفة الأمانة التي هي في مصطلح علم الحديث وعبروا عنها بالضبط: نقل الأقوال والأفعال والتقريرات المستدل بها في المسائل بدقة مع أمن التحريف والتدليس. فكان مالك حجة في ذلك، وقد وصفه العلماء بأوصاف تدل على أنه كان أمير المؤمنين كما قالوا في الحديث. ويكفي أنه تنسب إليه السلسلة الذهبية التي هي ليست سلسلة واحدة، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه السلسلة المشهورة. هناك سلسلة ذهبية أخرى أيضاً فيها الإمام مالك، وهي مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وسلسلة ثالثة وهي مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، كلها أوسمة ذهبية. ثم استشهادات كثيرة بأقوال ابن حنبل في مالك في روايته بأنه حافظ ثبت إلى آخره، ويحيى بن معين إلى غير ذلك من العلماء. ثم نأتي إلى صفة النزاعة، وهي إخلاص النية في طلب الحقيقة العلمية، فيكون الحق هو المقصد، حتى إن الإنسان إذا أخطأ يجهر الاعتراف بخطئه، ليس فقط أن يقر بينه وبين نفسه لأنه أخطأ، بل يجهر خطأه بنفسه مكتوباً أو منطوقاً. قد قال سفيان بن عيينة: رحم الله مالكاً ما كان أشد انتقائه للرجال وأعلمه بشأنهم. لأن النزاهة هنا أيها السادة تعني العدالة في مصطلح علم الحديث. فلم يكن مالك عدلاً فقط، بل كان يختار العدول، وكان حتى أحاديثه المرسلة كانت أصح المرسل من الأحاديث كما قيل. ثم اتصافه بالموضوعية، وهي التنكب عن التعصب وعزل الرغبة عن الموضوع، عبر عنها أحد المفكرين الغربيين أخيراً في القرن السادس عشر، وهو ديكارت، عندما قال: الموضوعية هي عزل الرغبة عن الموضوع،
يعني لا تجعل هواك أو رغبتك هي التي تسيطر على موضوع المسألة والقضية العلمية. وكان مالك، وقد أتيت باستشهادات من المدونة، كان لا يحكم رغبته فيما يستنبط من المسائل، كما في النازلة الحربية عندما سئل عن قوم من أسارى المسلمين أيحرق الحصن الذي هم فيه مع المشركين وتلقى عليهم النار، وكان هذا من الناحية الحربية مفيدا جدا، لأنه ربما يهلك الثلث من أجل نجاة الثلثين على رأي. ولكن مالك رضي الله عنه استشهد بالآية الكريمة: لو تزيلنا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، فترك الفتوى بجواز ذلك حفاظا على أرواح المسلمين، ولم يستجب لهوى المستنصرين الذين يريدون الحصول على النصر ولو بإهلاك بعض المسلمين مع المشركين، إلى غير ذلك من الاستشهادات التي لا أريد أن أتحدث عنها لأن الوقت 3 دقائق فقط. إذن دعني أقفز إلى صلب الموضوع، وهو الموازنة بين المعقول والمنقول، فأقول في آخر ما كتبت: وقد أصل الإمام مالك دليل المصلحة المرسلة حتى ظن كثير من الفقهاء أنه تفرد بها، ولكن الصحيح كما ذكر الدكتور من قبل، وهذا موضوع يحتاج إلى بحوث، أن الحنابلة لهم عنايتهم كذلك بهذا الدليل. ولكن ماذا لو تعارضت المصلحة المرسلة مع أخبار الآحاد؟ ذكرت هنا بما يدلل على أن المصلحة المرسلة ترجع إلى المقاصد الشرعية، فهي أقوى من الأخبار الأحادية، لأن المقاصد مقتضبة من مجموع النصوص الشرعية وليست من نص جزئي واحد. وكذلك تحدثت عن سد الذريعة، إلى أن أقول في نهاية ورقتي وقد خنت الوقت، لا أقول خانني الوقت لأنني لم أرتب أموري حتى أعصر ورقتي، أقول في النتيجة إن منطلق الإمام مالك كغيره من المجتهدين الأوائل هو النص الذي يتفاعل معه العقل عند الاستنباط، فتجتمع الأدلة النقلية والأدلة العقلية في تفعيل حركة الاجتهاد. ثم أقول بعد ذلك، بعد كلام موجز، أقول بأن بيئة الإمام مالك، المدرسة المالكية في المدينة، كانت هي باب الخروج من مجال أو دائرة العمل إلى دائرة النظر بعد ذلك في إفريقية وفي العراق على أيدي فقهاء المالكية هناك. أوصي بالآتي: أوصي بأن تكون هناك ندوة أخرى ليس عنوانها المذهب، وإنما أود أن لو يكون عنوانها الاجتهاد المقاصدي وتجديد السياسة الشرعية، لأننا نحتاج إلى توظيف المقاصد فيما يتعلق بالدستور وفيما يتعلق بالانتخاب وبتنظيم الأحزاب ومشروعيتها إلى غير ذلك من القضايا السياسية. كما أنني أوصي بأن تقوم في ليبيا ملتقيات لعلمائها في مدنها، فيكون مثلاً هناك ملتقى ابن زياد في طرابلس، ملتقى الزروق في مصراتة وابن غلبون، ملتقى عليش في غريان، ملتقى أحمد بن جعفر الداودي وهو شارح للموطأ منذ 408 في صبراتة، إلى غير ذلك. اسمحوا لي أن أجتث من وقتكم هنا أن أتناص مع المقولة المشهورة: لا يفتى ومالك بالمدينة، في أبيات شعرية فيما يتعلق بالربيع العربي. أقول مع استسماحكم عذراً في هذا الإنزياح: أغض الطرف معتصماً بشيب كساني من ملاءته الحزينة، تقول لي المليحة وهي ترنو بطرف في زقاقات المدينة: أو أثورتكم ربيع يعربي أمن دروبها ليست أمينة،
فقلت لها بقلب مستفيض من الأنوار تغمره السكينة: سل الشعب الذي قد صار حرا فلا يفتى ومالك بالمدينة.